الوضعية اليوم أنا في القطاع الفندقي وضعية حرجة جدا كما تعرف، بعد سنتين صعيبة وانعكاسات الأزمة كوفيد، برشا نزول سكروا أبوابهم خاصة في الموسم الشتوي. ولكن اليوم بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المفروض على الوافدين، نحن رجعنا، معناتها نجم نكون رجعنا في الأسواق، وفما تحسن في نسق الحجوزات، ونأملوا أن الموسم الجاي فما تحسين في الأرقام. اليوم لازم نكلموا اليوم، خاطر نحن اليوم حاضرين في منتدى خاص للسياحة الداخلية. السياحة الداخلية مهمة برشا، وباش تقعد حسب رأينا مهمة برشا ومن أركان السياحة التونسية، ولكن نأملوا زادة رجوع السياح الأجنبية، على خاطر السياحة الأجنبية تمثل في القطاع الفندقي 80% من عدد المقاضات. نحن نخدم للتوازن ما بين الأسواق هذه، الأسواق الداخلية والأسواق السوق الداخلية والأسواق الأجنبية، وقمنا بدراسة ميدانية العام اللي فات باش نقيموا انتظارات السائح التونسي. فيما يخص انعكاسات الحرب الروسي والأوكراني، مازال بكري باش نقيموا التأثير، على خاطر عادة السائح الروس ولا السائح الوافد من الأوروبا الشرقية يجي من آخر أفريل، وخاصة في الموسم الصيفي. إن شاء الله الأمور تتحسن ونجموا معناتها نرجعوا لسلف النشاط في 2022. أنا أعتبر تونس الكل وجهة سياحية، وطبعا حسب الموسم فما معناتها وجهات اللي معناتها تتماشي أكثر معناتها بالسياحة، ولكن برشا ناس معناها في بالهم اللي المناطق الجنوبية موسم الذروة في الشتاء، في الحقيقة لا، في وقت اللي أنا كانت القطاع السياحي معناتها عنده نشاط كبير، عدد المقاضات كان أكبر في الصيف، على خاطر أكبر سياح يدخلوا في تونس، أكثر سياح يحبوا يزوروا ويقوموا برحلات في الجهات في وسط معناتها الإقامة نتاعو، ياخذ ساعة ساعة نهارين، كيف يقعد 15 أيام نهارين ويمشي للجنوب في الصيف في جويليا وفي أوت. دونك نحن ما نعملوش، ما فماش فرق ولا التشجيع، معناتها نشجعوا كل المناطق السياحية، ونشجعوا زاد معناتها التطوير المنتوج في المناطق الداخلية اللي هي فيها معناتها ثروات طبيعية وثقافية مهمة برشا ومجهولة حتى الآن، ولازم مع بعضنا مع وزارة الثقافة وزارة السياحة نخدموا باش معناتها نطوروا ويصير معناتها جذب، أكثر جذب من السياح التونسيين ولا السياح الأجنبيين.